البيت الأبيض يؤكد للحدث أن رد إيران على مسودة نووي غير بناء، وبايدن لن يوقع اتفاقاً لا يراعي الأمن القومي الأمريكي. وسط استمرار الخلافات، مجلس الأمن يصوت اليوم على تسمية السنغالي باتيلي مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا. الصدر يطالب بحل فصائل وتغيير رئيس ميليشيا الحشد، ويعتبر بقاؤها في المنطقة الخضراء خطرا على الدولة. الأمم المتحدة تؤكد خرق الحوثي اتفاق الحديدة وتطالب الميليشيات بإخراج كافة المظاهر العسكرية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أكدت الخارجية الأمريكية للحدث أن البيت الأبيض تلقى الرد الإيراني حول مقترحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي، ووصفته بالرد غير البناء. أكد البيت الأبيض للحدث أن الإدارة الأمريكية تدرس الرد الإيراني وتنسق مع حلفائها بشأنه، مشيرا إلى ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي الإيراني. أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأمريكي. The president has been crystal clear. Iran will not be allowed to achieve nuclear weapons capability. He prefers to achieve that outcome through diplomacy. But the basis of the statement remains clear and consistent. They will not be allowed to achieve a nuclear weapons capability. You've seen us take quite swift and steady action against militia groups as they have presented a threat to our people, to our facilities, as well as to our Iraqi partners. And we're going to continue to do what we have to do to defend ourselves and our Iraqi partners. في تطورات الملف الليبي، دان مجلس الأمن الدولي في بيان له الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يوم 27 من أغسطس الماضي، ودعت الدول الأعضاء جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر وتقويض العمليات السياسية. كما أشار البيان إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كذلك الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر الحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلم الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة بقراره تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له جديدا ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا. تتعين الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على تعيين باتيلي مساء اليوم الجمعة قبل الموافقة على تعيينه. سيحل باتيلي محل يانكوبيتش الذي تنحى في ديسمبر الماضي، والمبعوث الأممي الثامن إلى ليبيا منذ الإطاحة بحكم القذافي عام 2011. وتأتي خطوة غوتيريش بعد الجدل والخلافات التي أحاطت باسم المبعوث الأممي والمعارضة التي أبدتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بحجة افتقاره للخبرة المطلوبة، بينما يشير محللون إلى أن حكومة الدبيبة تريد أن يبقى منصب المبعوث الأممي شاغرا للتغطية على ملفات فسادها. بمسألة فساد حكومة عبد الحميد بيبة، حكومة عبد الحميد بيبة من مصلحتها أن يكون يعني منصب المبعوث الأممي شاغرا وأن تستمر البعثة بهذا التخبط نظرا للفساد الكبير للبعثة الأممية. وأنا أشير إلى أن سيد باتيلي نفسه كان يعني مسؤولا عن تقرير المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية، وكان لديه تواصل مع بعض الأطراف بما فيها حكومة دبيبة في السابق والمجلس الرئاسي الآن. ومن ثم أنا في تقديري بأن هذه الأسباب هي التي أدت بالأطراف الخارجية، أنا أقصد بريطانيا والولايات المتحدة، للدفع بعبد الحميد دبيبة لهكذا اعتراض.
كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن هيئة رئاسة البرلمان دعت لجلسة رسمية في بنغازي الاثنين المقبل لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح رئيس للمحكمة العليا من قبل جمعيتها العمومية. بحسب المتحدث فإن الجلسة ستنظر أيضا في عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس. فيما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم اعتماد رسالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن نقل جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء. اعتبر المشري أن رسالة رئيس البرلمان اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة، مشيرا إلى أنه بدخول الاتفاق السياسي في البلاد حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية. عراقيا هاجم وزير الصدر مجددا الميليشيات الموالية لإيران في العراق مطالبا بتغيير رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض ويعتبره غير مؤهل. وزير الصدر طلب أيضا بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، مضيفا أنه يجب إخراج جميع فصائل الحشد من المنطقة الخضراء وتسليمها للقوات الأمنية. وزير الصدر أوضح أن بقاء فصائل الحشد بالخضراء خطر أمني على القاضي والمؤسسات لا سيما القضاء، كما طلب بإبعاد فصائل الحشد عن المنافذ الحدودية. وإن كانت الأحداث في المنطقة الخضراء أوحت بالهدوء فإن تداعياتها امتدت إلى مدينة البصرة جنوب العراق. مواجهات البصرة كشفت عن هوية الأطراف المتقاتلة على أرضها، سرايا السلام التابعة للصدر وميليشيات عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعي. لكن ما هي الأسباب وراء الاشتباكات التي استمرت ساعات؟ حسب التيار الصدري وناشطين في البصرة، ميليشيات العصائب بدأت الهجوم على سرايا السلام من خلال قتل قياديين من السرايا. أردت سرايا السلام بمهاجمة مكاتب العصائب وقتل عنصرين أيضا وإصابة آخرين. الرد الصدري لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى حرق مكاتب العصائب في البصرة. وزير الصدر صالح محمد العراقي المتحدث باسم التيار والصدر طالب بلهجة شديدة قيس الخزعلي بأن يتبرأ فورا من القتلة والمجرمين التابعين له على حد قوله، متهما الخزعلي بالتستر بغطاء الحشد الشعبي. مطالب وزير الصدر رد عليها الخزعلي بتغريدة دعا خلالها أنصاره إلى إغلاق كافة مكاتب العصائب حتى إشعار آخر. على الأرض أمرت قيادة العمليات المشتركة قواتها بالتدخل لفض الاشتباكات بين سرايا السلام والعصائب فيما يبقى المشهد بالعراق مرشحا للتصعيد في ظل الانسداد السياسي بالبلاد. اتهمت بعثة الأمم المتحدة في اليمن ميليشيا الحوثي بخرق اتفاق الحديدة بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة، ما اعتبرته خرقا للاتفاق الأممي. كما أعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخل بأهم مبادئ الاتفاق والمتمثل بخلو المدينة من كافة المظاهر العسكرية. ألقت السلطات في الأرجنتين القبض على شخص حاول تصويب سلاحه باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كريشنر والرئيسة السابقة أثناء عودتها إلى منزلها، وبثت قنوات تلفزيونية محاولة الاغتيال التي نجت منها كريشنر بأعجوبة. تحت وابل القصف دخلت كاميرا الحدث محطة زابوريجيا النووية، نتابع في هذا التقرير. هذه هي محطة زاباروجيا النووية التي باتت حديث الساعة في الأونة الأخيرة. التقارير المتعلقة بها ترسم سوداوية الموضوع حول أكثر نقاط العالم سخونة اليوم. حسب الرواية الروسية قذائف المدفعية الأوكرانية تستهدف هذه البقعة بين الفينة والأخرى، بينما كييف من جهتها تتهم موسكو بتصعيد الموقف.
موسكو تعول كثيرا على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 14 ممثلا يتجهون نحو الرقابة ومتابعة وضع وعمل المحطة ومستوى الإشعاع فيها. هذه الزيارة تستمر حتى 3 من الشهر الجاري. لا وجود للجيش الروسي هنا، ولهذا يمكننا الاستنتاج أن القذائف تستهدف عمال المحطة. من إرهدار اليوم مكان يسوده القلق من احتمال تسرب نووي يهدد مستقبل أمن العالم. بضعة أمتار تفصلنا عن مخازن الوقود الذري للمحطة النووية الأكبر في القارة العجوز. حياة المنطقة اليوم مرهونة بما ستؤول إليه الأوضاع هنا. الخطر ليس في زاباروجيا فحسب، بل في أجزاء واسعة من المناطق المجاورة. لحظات تحبس الأنفاس ترافق كل قذيفة تستهدف المحطة. عبد الجواد الروش لقناتي العربية والحداث، زاباروجيا. شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات إسرائيلية أحياء في المدينة لتنفيذ عمليات اعتقال، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون النار بشكل كثيف على الآليات الإسرائيلية التي جابت شوارع المدينة قبل انسحابها. اشتباك يا شباب، اشتباك. الله حيو. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت، حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. البيت الأبيض يؤكد للحدث أن رد إيران على مسودة النووي غير بناء، وبايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي الأمن القومي الأمريكي. وسط استمرار الخلافات، مجلس الأمن يصوت اليوم على تسمية السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.
الصدر يطالب بحل فصائل وتغيير رئيس ميليشيا الحشد ويعتبر بقائها في المنطقة الخضراء خطراً على الدولة. الأمم المتحدة تؤكد خرق الحوثي اتفاق الحديدة وتطالب الميليشيات بإخراج كافة المظاهر العسكرية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أكدت الخارجية الأمريكية للحدث أن البيت الأبيض تلقى الرد الإيراني حول مقترحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي ووصفته بالرد غير البناء. أكد البيت الأبيض للحدث أن الإدارة الأمريكية تدرس الرد الإيراني وتنسق مع حلفائها بشأنه، مشيرا إلى ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي الإيراني. أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأمريكي. The president has been crystal clear. Iran will not be allowed to achieve nuclear weapons capability. He prefers to achieve that outcome through diplomacy. But the basis of the statement remains clear and consistent. They will not be allowed to achieve a nuclear weapons capability. You've seen us take quite swift and steady action against militia groups as they have presented a threat to our people, to our facilities, as well as to our Iraqi partners. And we're going to continue to do what we have to do to defend ourselves and our Iraqi partners. في تطورات الملف الليبي، دان مجلس الأمن الدولي في بيان له الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يوم 27 من أغسطس الماضي. دعت الدول الأعضاء جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن أي أعمال من شأن زيادة التوتر وتقويض العملية السياسية. كما أشار البيان إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وكذلك الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر الحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش سلم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة بقرارها تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا للبعثات الأممية في ليبيا. تتعين الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن 15 على تعيين باتيلي مساء اليوم الجمعة قبل الموافقة على تعيينه. ساحل باتيلي محل يانكوبيتش الذي تنحى في ديسمبر الماضي، والمبعوث الأممي الثامن إلى ليبيا منذ الإطاحة بحكم القذافي عام 2011. تأتي خطوة غوتيريش بعد الجدل والخلافات التي أحاطت باسم المبعوث الأممي والمعارضة التي أبدتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بحجة افتقاره للخبرة المطلوبة، فيما يشير محللون إلى أن حكومة الدبيبة تريد أن يبقى منصب المبعوث الأممي شاغرا للتغطية على ملفات فسادها. بمسألة فساد حكومة عبد الحميد بيبة، حكومة عبد الحميد بيبة من مصلحتها أن يكون يعني منصب المبعوث الأممي شاغرا وأن تستمر البعثة بهذا التخبط نظرا للفساد الكبير للبعثة الأممية. وأنا أشير إلى أن سيد باتيلي نفسه كان يعني مسؤولا عن تقرير المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية، وكان لديه تواصل مع بعض الأطراف بما فيها حكومة دبيبة في السابق والمجلس الرئاسي الآن. ومن ثم أنا في تقديري بأن هذه الأسباب هي التي أدت بالأطراف الخارجية، أنا أقصد بريطانيا والولايات المتحدة، للدفع بعبد الحميد دبيبة لهكذا اعتراض.
كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن هيئة رئاسة البرلمان دعت لجلسة رسمية في بنغازي الاثنين المقبل لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح رئيس للمحكمة العليا من قبل جمعيتها العمومية. بحسب المتحدث فإن الجلسة ستنظر أيضا في عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس. فيما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم اعتماد رسالة رئيس مجلس النواب عقيل الصالح بشأن نقل جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء. اعتبر المشري أن رسالة رئيس البرلمان اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة، مشيرا إلى أنه بدخول الاتفاق السياسي في البلاد حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية. عراقيا، هاجم وزير الصدر مجددا الميليشيات الموالية لإيران في العراق مطالبا بتغيير رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض ويعتبره غير مؤهل. وزير الصدر طالب أيضا بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، مضيفا أنه يجب إخراج جميع فصائل الحشد من المنطقة الخضراء وتسليمها للقوات الأمنية. وزير الصدر أوضح أن بقاء فصائل الحشد بالخضراء خطر أمني على الكاظمي والمؤسسات لا سيما القضاء، كما طالب بإبعاد فصائل الحشد عن المنافذ الحدودية. وأفاد شهود عيان بتعرض مقر لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري لهجوم مسلح وسط محافظة ديقار. أضافوا أن المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة فتحوا النيران بكثافة على مقر سرايا السلام الرئيسي وسط المدينة مدينة الناصرية لترد قوات حماية المقر على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار دون تسجيل أي إصابات جراء الهجوم. وإن كانت الأحداث في المنطقة الخضراء أوحت بالهدوء فإن تداعياتها امتدت إلى مدينة البصرة جنوب العراق. مواجهات البصرة كشفت عن هوية الأطراف المتقاتلة على أرضها، سرايا السلام التابعة للصدر وميليشيات عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعي. لكن ما هي الأسباب وراء الاشتباكات التي استمرت ساعات؟ حسب التيار الصدري وناشطين في البصرة، ميليشيات العصائب بدأت الهجوم على سرايا السلام من خلال قتل قياديين من السرايا. أردت سرايا السلام بمهاجمة مكاتب العصائب وقتل عنصرين أيضا وإصابة آخرين. الرد الصدري لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى حرق مكاتب العصائب في البصرة. وزير الصدر صالح محمد العراقي المتحدث باسم التيار والصدر طالب بلهجة شديدة قيس الخزعلي بأن يتبرأ فورا من القتلة والمجرمين التابعين له على حد قوله، متهما الخزعلي بالتستر بغطاء الحشد الشعبي. مطالب وزير الصدر رد عليها الخزعلي بتغريدة دعا خلالها أنصاره إلى إغلاق كافة مكاتب العصائب حتى إشعار آخر. على الأرض أمرت قيادة العمليات المشتركة قواتها بالتدخل لفض الاشتباكات بين سرايا السلام والعصائب فيما يبقى المشهد بالعراق مرشحا للتصعيد في ظل الانسداد السياسي بالبلاد. اتهمت بعثة الأمم المتحدة في اليمن ميليشيا الحوثي بخرق اتفاق الحديدة بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة ما اعتبرته خرقا للاتفاق الأممي، كما عربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخل بأهم مبادئ الاتفاق والمتمثل بخلو المدينة من كافة المظاهر العسكرية. أعلنت وزارة الخارجية السورية أن مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة نتيجة ضربة صاروخية إسرائيلية ليلة أمس الأربعاء الخميس. وكشفت وكالة سانا للأنباء أن دمشق بعثت برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيها أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة وتدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة. ألقت
السلطات في الأرجنتين القبض على شخص حاول تصويب سلاحه باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كريشنر والرئيس السابقة أثناء عودتها إلى منزلها. بثت قنوات تلفزيونية محاولات الاغتيال التي نجت منها كريشنر بأعجوبة. تحت وابل القصف دخلت كاميرا الحدث محطة زاباروجيا النووية. نتابع في هذا التقرير. هذه هي محطة زاباروجيا النووية التي باتت حديث الساعة في الأونة الأخيرة. التقارير المتعلقة بها ترسم سوداوية الموضوع حول أكثر نقاط العالم سخونة اليوم. حسب الرواية الروسية، قذائف المدفعية الأوكرانية تستهدف هذه البقعة بين الفينة والأخرى، بينما كييف من جهتها تتهم موسكو بتصعيد الموقف. موسكو تعول كثيرا على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 14 ممثلا يتجهون نحو الرقابة ومتابعة وضع وعمل المحطة ومستوى الإشعاع فيها. هذه الزيارة تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري. لا وجود للجيش الروسي هنا، ولهذا يمكننا الاستنتاج أن القذائف تستهدف عمال المحطة. إنرهدار اليوم مكان يسوده القلق من احتمال تسرب نووي يهدد مستقبل أمن العالم. بضعة أمتار تفصلنا عن مخازن الوقود الذري للمحطة النووية الأكبر في القارة العجوز. حياة المنطقة اليوم مرهونة بما ستؤول إليه الأوضاع هنا. الخطر ليس في زاباروجيا فحسب، بل في أجزاء واسعة من المناطق المجاورة. لحظات تحبس الأنفاس ترافق كل قذيفة تستهدف المحطة. عبد الجواد الروش لقناتي العربية والحداث، زاباروجيا. أطلقت روسيا تدريبات فوستوك 22 العسكرية والتي تستمر أسبوعاً بمشاركة قوات من الصين والهند ودول أخرى، وسط توترات على مستوى المحيط الهادي وصراع على النفوذ بين الغرب من جهة وبكين وموسكو من جهة ثانية. غرباً قتال على الأراضي الأوكرانية، وشرقاً مناورات عسكرية. روسيا تتحدث بلغة السلاح والحرب. موسكو أطلقت تدريبات تستمر أسبوعاً كاملاً بمشاركة قوات من الصين والهند وعدة دول وسط توترات مع واشنطن. فوستوك 22 تستمر حتى السابع من الشهر الجاري في 7 ميادين بأقصى الشرق الروسي وفي بحر اليابان. المناورات يشارك فيها ما يزيد على 50,000 جندي وأكثر من 5,000 وحدة أسلحة، منها 140 طائرة و60 سفينة حربية. وزارة الدفاع الروسية قالت إن البحريتين الروسية والصينية ستمارسان تدريبا مشتركا لحماية الاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري في بحر اليابان. التدريبات استعراض للعلاقات الدفاعية الوثيقة بين موسكو وبكين وسط توترات مع الغرب بشأن تحركات الكريملين في أوكرانيا. التدريبات انعكاس أيضا للعلاقات العسكرية المتصاعدة بين الجانبين. من جانبها، دعمت روسيا الصين بقوة وسط توترات مع واشنطن، أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان مؤخرا. المثير في هذه التدريبات مشاركة الهند، فنيودلهي لم تنحاز إلى أي طرف بخصوص الأزمة الأوكرانية رغم الضغوط المبذولة من قبل الغرب. مشاركة الهند في المناورات العسكرية يثير قلق واشنطن، لكن مراقبين يعتبرون نيودلهي كمن يمسك العصا من الوسط. لعل أن موسكو ومن خلال تدريبات فوستوك 22 تحاول توجيه رسالة إلى الغرب مفادها أنها قادرة على تشكيل تحالف عسكري في منطقة الهادئ التي تشهد توترات بين أمريكا والصين. بلال البجديني، العربية.
في مصر انطلقت حملة للحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عبر تطبيق القرارات الرئاسية بزيادة دعم بطاقات التموين إلى 300 جنيه وضخ 32 مليار جنيه إضافية لدعم الخبز. علامات السعادة بدت على وجه أم محمد، فقد علمت بنبأ قرار الرئيس المصري بدعم منظومة الخبز ب 32 مليار جنيه إضافية، أي ما يقرب من المليار ونصف دولار، ما يعني الحفاظ على سعره المدعوم بعد شائعات انتشرت عن نية الحكومة لرفع الدعم عن الخبز. أنا عندي 5 أطفال، ما نقدرش نستغنى عن العيش، هو العيش أهم حاجة في بيتنا. القرار كان أثره إيجابياً على قطاعات كبيرة من المصريين. أغلبية المواطنين أكدوا أنهم قد يتحملوا ارتفاع أسعار أي سلع غذائية باستثناء الخبز الذي يعد العامل المشترك في جميع الوجبات. لو كلت عيش هتشبع، فالعيش ده أساس أي حاجة في الدنيا. هو الشعب دائماً في ترقب لزيادة ارتفاع الأسعار طبق لارتفاع الأسعار العالمية، ولما يسطر الرئيس يقف مع الشعب ودعم رغيف الخبز بتبقى الناس عندها حاله شجن، يا فرح يا حزن، تحزن ولا تفرح، فبتبقى عايزه اطمئنان مش اكتر. اصحاب الافران رحبوا بالقرار وتوقيته، حيث يتزامن مع موجات تضخم غير مسبوقه ادت الى ارتفاعات كبيره في اسعار اغلب السلع الغذائيه. قرار حلو وقرار تمام في وقت مناسب بالنسبة للظروف الدنيا اليومين دول، يعني مش والعطالة، بس عامة هو قرار مناسب اللي هو يبقى الدعم حلو. وزير التموين أكد منذ أيام بأنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار الخبز المدعوم. جدير بالذكر أن الحكومة تدعم منظومة الخبز في الموازنة الحالية بقيمة 54 مليار جنيه، أي ما يقرب من 2.9 مليار دولار، ولكن تبقى الرؤية الاجتماعية غالبة في قرارات الدولة، خصوصا حينما تتعلق الأزمة بالخبز أو العيش كما يطلق عليه المصريون. أحمد عثمان، الحدث، القاهرة. أثرت الحرب الحوثية في اليمن على القطاع التعليمي في أغلب المحافظات ما ترتب عليه معاناة كبيرة لآلاف الطلاب في المدارس، سيما في تعز. نتابع في هذا التقرير. خلف هذا الساتر القماشي يتعلم مئات الطلبة في تعز، فالحرب الحوثية دفعت بهم للدراسة في بناية خرسانية مهجورة بمنطقة حبيل سلمان بحي الجامعة غربي المدينة. معاناة كبيرة تجرعوها لأعوام من الحرب في الحصول على مبنى يواصلون فيه دراستهم. تأخرنا في التسجيل لعدم وجودنا في المبنى المدرسي، واضطرينا إلى أن نفتح في هذه العمارة. عملنا الطرابيل عشان الطلاب من البرد، من الشمس، من وهذه المدرسة معرضة للمبنى، هذا معرض للبيع، بأي وقت نخرج منه، يعني مجرد ما يبيعوش نخرج من هذا المبنى، نروح للشوارعين، ما احناش دارين لنا نروح. نشتي كتب، نشتي أقلام، نحن نشتي مبنى لدرس بها المدارس بعاد، هذه المدرسة اللي قريب للإسراح ليه. تلاميذ 6 مستويات ابتدائية يتوزعون في مجموعة مفتوحة على بعضها تحت سقف واحد ليتلقوا دروسهم على وقع تداخل أصواتهم بأصوات المعلمين في المجموعات 6. يتلقى هؤلاء التلاميذ دروسهم في مدرسة الزيلعية الحكومي منذ العام 2013 دون أي اعتماد من الجهات الحكومية، فالتعليم فيها يسير بمبادرات وجهود فردية لمعلمين غالبيتهم من المتطوعين، وفي مدرسة تفتقر لأبسط مقومات التعليم ووسائله الأساسية. انتين بنات سكنتون هنا، بس الوضع كما تشوفوا يعني سادس خامس مختلطين مع بعض، بس العكس سادس كده وخامس كده، يعني ما الجاهل ما يستوعبش ايش اللي يفهمون، نحق سادس نحق خامس، صف اول برضه مخلوط مع اول مع ثاني، يروح الجاهل اقول له ايش درستي يا بنتي، قال انا مش داري، ما تفهمش حاجة مع قرب الفصول. أنا أستاذة متطوعة، قمت أتطوع للطلاب لأن الطلاب جلس بين البرد والشمس وريح عليهم، وبنفس الوقت يقع لو وقع مطر يتأذى الطلاب من المطر. لعدم وجود مبنى حكومي لهذه المدرسة وبعد المدارس الحكومية عن المنطقة،
وكنا كانوا يدرسون في الشارع، وتكفلت فاعلة الخير الحقة عالمة بإيوائهم في هذا المبنى مؤقتا. ليس هؤلاء الطلبة وحدهم من يعانون في زمن الحرب، فالآلاف في مدارس تعز يعيشون الوضع نفسه، سيما بعد أن تعرضت أكثر من 48 مدرسة للدمار في المدينة بقذائف ميليشيات الحوثي، متسببة في حرمان مئات الطلاب من التعليم في هذه المدينة المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات، فضلا عن عدم قدرة أسرهم على توفير تكاليف الدراسة. هائل سعيد، لقناة الحدث، تعز. بعد انقطاع 25 عاماً تسلم رئيس مجلس السيادة في السودان أوراق اعتماد أول سفير للولايات المتحدة. أكد السفير الجديد أنه سيعمل على تعزيز علاقات البلدين ودعم تطلعات السودانيين نحو الحرية والسلام والانتقال الديمقراطي. منذ نحو 25 عاماً غابت الخطوات الأمريكية من بساط القصر الرئاسي في السودان. الآن في هذا التوقيت وبخطوات متلاحقة تتقدم واشنطن لاعتماد سفيرها لدى الخرطوم، والخرطوم تستقبل في بريدها رسائل الانفتاح الأمريكي على السودان. جون غوتفري السفير الأمريكي الجديد، وبعد لقائه البرهان أشار إلى رؤية الإدارة الأمريكية بشأن الأزمة السياسية. نتوقع أن نرأى على المدى القريب تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية في سياخ الحوار الشامل الذي يدعم جميع الأطراف السياسية السودانية بما في ذلك القوة الداعمة للديمقراطية. ملفات شائكة ومعقدة تنتظر جون غوتفري. سياسيا تعيش الخرطوم على وقع أزمة طال أمدها، وغابت على إثرها ملامح الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية. فالتحدي الأكبر الذي ينتظر الرجل هو أن يلعب دوراً في تقريب المسافات بين الفرقاء السياسيين. مؤكد أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية التي كانت هي التي تتولى الملف الآن أصبح هناك سفير أمريكي في الخرطوم، مما سيسهل تواصله مع الفرقاء السياسيين مع الفرقاء العسكريين لمحاولة الوصول لمخرج من الأزمة السياسية الخانقة. القارئ لسيرة السفير الأمريكي الجديد لدى الخرطوم والتي تحمل خبرات في مكافحة الإرهاب يدرك رؤية الإدارة الأمريكية التي تتمثل في ترسيخ أرضية تنطلق منها المجهودات لوقف خطر الإرهاب الذي يتنامى في الإقليم. في نظر البعض فإن تعيين سفير أمريكي في هذا التوقيت يشير إلى سباق النفوذ المحموم نحو إفريقيا بين دول كبرى. في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها تهمها القضية الأمنية الآن في المقام الأول، والقضية الاقتصادية وقضية التحالف مع الغادة والدول الإفريقية في مواجهة الصين وروسيا. إذن باعتماد جون غوتفري سفيرا أمريكيا لدى الخرطوم تنفتح العلاقات السودانية الأمريكية على مربع جديد تتخلق فيه مقاربات السياسة والمصالح، وهي مفردات غابت عن معادلة العلاقة بين البلدين لأكثر من عقدين. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. في بريطانيا يتنافس أكبر عدد من المرشحين المنحدرين من أقليات عرقية لخلافة بوريس جونسون على زعامة حزب المحافظين. طوال مراحل الإقصاء والمرحلة النهائية التي يتنافس فيها حاليا ريتشي سوناك ذو الأصل الهندي وليستراس، لم يتم التطرق إلى مسألة العرق في بلد متعدد الخلفيات، فكيف ينظر البريطانيون من الأقليات إلى هذا السباق؟ للمرة الثانية خلال 3 سنوات سيصوت أقل من 1% من سكان المملكة المتحدة على رئيس وزراء جديد في أكثر سباق لزعامة حزب المحافظين تنوعاً عرقياً في تاريخ بريطانيا. وزيرة الخارجية ليستراس قد تفوز بمنصب قيادة البلاد لتكرر التجربة النسائية بعد تاتشر ومي، أو يصبح وزير المالية السابق ريشي سوناك أول زعيم من أقلية غير بيضاء يتولى سدة الحكم. أعضاء الحزب العرب سيكون لهم صوت في اختيار زعيم الحزب وبالتالي البلاد. كل إنسان له توجه، في عضو هيبص للتوجه الاقتصادي،
في عضو هيبص للتوجه السياسي، في عضو هيبص للتوجه العرقي. الوضع السياسي ما بقاش زي 30 40 او ايام تيتشر، التركيبة السكانية اختلفت. رغم شعبية ريشي سوناك بين نواب الحزب إلا أنه الأقل شعبية بين أعضائه، إذ تشير تقارير إلى أن غالبيتهم الساحقة من البيض، ويغلب عليها التوجه اليميني المحافظ. الخلفية العرقية لم تثر علنا في هذا السباق، بل تم التركيز على سياسة المرشحين وجاذبيتهما لتحقيق انتصارات في اختيار زعيم جديد. لو جاء راش هيكون عليه ضغط كبير جدا، ليز لو جات هيكون فيه هدوء نفسي، هيكون فيه راحة، هي طبيعتها مريحة، مش بتاعة تصريحات، هي بتاعة شغل. قاعدة حزب المحافظين ترى أن سوناك الذي طبع عهده بزيادة الضرائب كان وراء استقالة جونسون، وهو ما ساعد ليستراس التي عملت في الخفاء دون ترك منصبها في كسب تأييد شريحة واسعة من الأعضاء وبدعم من آلة دعائية تدفع في اتجاه اعتماد سياسات محافظة دون تردد. ربما تلعب خلفية ريشي سوناك الهندية دورا ضده لكي يصبح أول رئيس وزراء من أقلية عرقية، وغالبية أعضاء حزب المحافظين غير مستعدة لتقبل فكرة وصول زعيم لقيادة البلاد من أصول مهاجرة كما تظهر المؤشرات الأولية. مصطفى زارو، الحدث، لندن. ختم هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للعاصمة المؤقتة عدن. عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماع لها بحضور جميع أعضائها. ما هي العقبات حتى تجعل المجلس الرئاسي يباشر مهامه؟ الواقع اليمني سيدتي معقد بشكل كبير. قاعدة وداعش لا يعملان منفصلان عن الجماعة الحوثية. نذهب إلى أحد الجبهات في محافظة حجان. وفقا لمعطيات التاريخ أن الحوثي لن يسالم. ما تخوفاتك من إعادة تشغيل مطار صنعاء مرة أخرى؟ عدن على موعد جديد للقيام بدورها كعاصمة مؤقتة. نحن نعتقد أن الحوثي سيحاول المراوغة الآن. كيف سيتعامل المجلس الرئاسي معه؟ أنا أتوقع الحوثيين سيجبرون على السلام. هذه المرة برلمان ومجلس شورى ومجلس القيادة، برأيك من أين ستكون البداية؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. البيت الأبيض يؤكد للحدث أن رد إيران على مسودة نووي غير بناء، وبايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي الأمن القومي الأمريكي. وسط استمرار الخلافات، مجلس الأمن يصوت اليوم على تسمية السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. الصدر يطالب بحل فصائل وتغيير رئيس ميليشيا الحشد، ويعتبر بقاؤها في المنطقة الخضراء خطرا على الدولة.
الأمم المتحدة تؤكد خرق الحوثي اتفاق الحديدة وتطالب الميليشيات بإخراج كافة المظاهر العسكرية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أكدت الخارجية الأمريكية للحدث أن البيت الأبيض تلقى الرد الإيراني حول مقترحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي ووصفته بالرد غير البناء. أكد البيت الأبيض للحدث أن الإدارة الأمريكية تدرس الرد الإيراني وتنسق مع حلفائها بشأنه، مشيرا إلى ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي الإيراني. أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأمريكي. The president has been crystal clear. Iran will not be allowed to achieve nuclear weapons capability. He prefers to achieve that outcome through diplomacy. But the basis of the statement remains clear and consistent. They will not be allowed to achieve a nuclear weapons capability. You've seen us take quite swift and steady action against militia groups as they have presented a threat to our people, to our facilities, as well as to our Iraqi partners. And we're going to continue to do what we have to do to defend ourselves and our Iraqi partners. في تطورات الملف الليبي، دان مجلس الأمن الدولي في بيان له الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يوم 27 من أغسطس الماضي، ودعت الدول الأعضاء جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى نبذ العنف واحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن أي أعمال من شأنها زيادة التوتر وتقويض العملية السياسية. كما أشار البيان إلى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كذلك الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر الحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلم الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن رسالة بقراره تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له جديدا ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا. تتعين الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على تعيين باتيلي مساء اليوم الجمعة قبل الموافقة على تعيينه. سيحل باتيلي محل يانكوبيتش الذي تنحى في ديسمبر الماضي، والمبعوث الأممي الثامن إلى ليبيا منذ الإطاحة بحكم القذافي عام 2011. وتأتي خطوة غوتيريش بعد الجدل والخلافات التي أحاطت باسم المبعوث الأممي والمعارضة التي أبدتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها بحجة افتقاره للخبرة المطلوبة، بينما يشير محللون إلى أن حكومة الدبيبة تريد أن يبقى منصب المبعوث الأممي شاغرا للتغطية على ملفات فسادها. بمسألة فساد حكومة عبد الحميد بيبة، حكومة عبد الحميد بيبة من مصلحتها أن يكون يعني منصب المبعوث الأممي شاغرا، وأن تستمر البعثة بهذا التخبط نظرا للفساد الكبير للبعثة الأممية. وأنا أشير إلى أن سيد باتيلي نفسه كان يعني مسؤولا عن تقرير المراجعة الاستراتيجية للبعثة الأممية، وكان لديه تواصل مع بعض الأطراف بما فيها حكومة دبيبة في السابق والمجلس الرئاسي الآن. ومن ثم أنا في تقديري بأن هذه الأسباب هي التي أدت بالأطراف الخارجية، أنا أقصد بريطانيا والولايات المتحدة، للدفع بعبد الحميد دبيبة لهكذا اعتراض.
كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن هيئة رئاسة البرلمان دعت لجلسة رسمية في بنغازي الاثنين المقبل لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح رئيس للمحكمة العليا من قبل جمعيتها العمومية. بحسب المتحدث فإن الجلسة ستنظر أيضا في عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس. فيما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا بعدم اعتماد رسالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن نقل جلسات المحكمة إلى مدينة البيضاء. اعتبر المشري أن رسالة رئيس البرلمان اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة، مشيرا إلى أنه بدخول الاتفاق السياسي في البلاد حيز التنفيذ فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية. عراقيا هاجم وزير الصدر مجددا الميليشيات الموالية لإيران في العراق مطالبا بتغيير رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض ويعتبره غير مؤهل. وزير الصدر طلب أيضا بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، مضيفا أنه يجب إخراج جميع فصائل الحشد من المنطقة الخضراء وتسليمها للقوات الأمنية. وزير الصدر أوضح أن بقاء فصائل الحشد بالخضراء خطر أمني على القاضي والمؤسسات لا سيما القضاء، كما طلب بإبعاد فصائل الحشد عن المنافذ الحدودية. وإن كانت الأحداث في المنطقة الخضراء أوحت بالهدوء فإن تداعياتها امتدت إلى مدينة البصرة جنوب العراق. مواجهات البصرة كشفت عن هوية الأطراف المتقاتلة على أرضها، سرايا السلام التابعة للصدر وميليشيات عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعي. لكن ما هي الأسباب وراء الاشتباكات التي استمرت ساعات؟ حسب التيار الصدري وناشطين في البصرة، ميليشيات العصائب بدأت الهجوم على سرايا السلام من خلال قتل قياديين من السرايا. أردت سرايا السلام بمهاجمة مكاتب العصائب وقتل عنصرين أيضا وإصابة آخرين. الرد الصدري لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى حرق مكاتب العصائب في البصرة. وزير الصدر صالح محمد العراقي المتحدث باسم التيار والصدر طالب بلهجة شديدة قيس الخزعلي بأن يتبرأ فورا من القتلة والمجرمين التابعين له على حد قوله، متهما الخزعلي بالتستر بغطاء الحشد الشعبي. مطالب وزير الصدر رد عليها الخزعلي بتغريدة دعا خلالها أنصاره إلى إغلاق كافة مكاتب العصائب حتى إشعار آخر. على الأرض أمرت قيادة العمليات المشتركة قواتها بالتدخل لفض الاشتباكات بين سرايا السلام والعصائب فيما يبقى المشهد بالعراق مرشحا للتصعيد في ظل الانسداد السياسي بالبلاد. اتهمت بعثة الأمم المتحدة في اليمن ميليشيا الحوثي بخرق اتفاق الحديدة بعد قيامها بعرض عسكري في المدينة، ما اعتبرته خرقا للاتفاق الأممي. كما أعربت البعثة عن قلقها البالغ إزاء هذا الاستعراض العسكري الذي يخل بأهم مبادئ الاتفاق والمتمثل بخلو المدينة من كافة المظاهر العسكرية. ألقت السلطات في الأرجنتين القبض على شخص حاول تصويب سلاحه باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كريشنر والرئيسة السابقة أثناء عودتها إلى منزلها، وبثت قنوات تلفزيونية محاولة الاغتيال التي نجت منها كريشنر بأعجوبة. تحت وابل القصف دخلت كاميرا الحدث محطة زابوريجيا النووية، نتابع في هذا التقرير. هذه هي محطة زاباروجيا النووية التي باتت حديث الساعة في الأونة الأخيرة. التقارير المتعلقة بها ترسم سوداوية الموضوع حول أكثر نقاط العالم سخونة اليوم. حسب الرواية الروسية قذائف المدفعية الأوكرانية تستهدف هذه البقعة بين الفينة والأخرى، بينما كييف من جهتها تتهم موسكو بتصعيد الموقف.
موسكو تعول كثيرا على زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 14 ممثلا يتجهون نحو الرقابة ومتابعة وضع وعمل المحطة ومستوى الإشعاع فيها. هذه الزيارة تستمر حتى 3 من الشهر الجاري. لوجود للجيش الروسي هنا، ولهذا يمكننا الاستنتاج أن القذائف تستهدف عمال المحطة. انهدار اليوم مكان يسوده القلق من احتمال تسرب نووي يهدد مستقبل أمن العالم. بضعة أمتار تفصلنا عن مخازن الوقود الذري للمحطة النووية الأكبر في القارة العجوز. حياة المنطقة اليوم مرهونة بما ستؤول إليه الأوضاع هنا. الخطر ليس في زاباروجيا فحسب، بل في أجزاء واسعة من المناطق المجاورة. لحظات تحبس الأنفاس ترافق كل قذيفة تستهدف المحطة. عبد الجواد الروش لقناتي العربية والحداث، زاباروجيا. شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات إسرائيلية أحياء في المدينة لتنفيذ عمليات اعتقال، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون النار بشكل كثيف على الآليات الإسرائيلية التي جابت شوارع المدينة قبل انسحابها. اشتباك يا شباب، اشتباك. الله حيو. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء.